بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين النهايات الخاصة بالسنة الثانية ثانوي. التمارين أو التمرين لدور يعني موضوع التمرين لدور حول تعيين النهايات باستعمال جدول التغيرات. ها هو نص التمرين. قال لك باستعمال جدول التغيرات الدالة أف، عين أولا مجموعة تعريفها والنهايات عند حدود مجموعة التعريف. عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى، الحالة الثانية، والحالة الثالثة. نبدأ بالحالة الأولى. نقص الجدول هذا ونديه في ورقة أخرى ونخدم عليه. يعني مطلوب منا نعين جدول التغيرات، مجموعة التعريف والنهايات عند مجموعة حدود مجموعة التعريف. نبدأ بالحالة الأولى. لاحظ لدينا قيم X، لدينا إشارة المشتقة فتحة X، وتغيرات الدالة F X. انتبه منيح للجدول. لاحظ هنا متزايدة، متناقصة، متزايدة، صح. ما عندناش هنا، لاحظ عندنا من ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، ما عندناش قيمة ممنوعة، ما لا توجد قيمة ممنوعة، لأنه في مجموعة التعريف عندنا من ناقص لا نهاية للقيمة الممنوعة من القيمة الممنوعة زائد العين مثلا. لو كانت هذه قيمة ممنوعة كون داروا هكذا زوج خطوط كيما هنا مثلا. لاحظ هنا في الواحد والاثنان أو في الاثنان والثلاثة كاين قيمة ممنوعة، كاين الصفر قيمة ممنوعة، هنا كاين الواحد قيمة ممنوعة. إذن هنا ما عندناش قيمة ممنوعة. إذن مجموعة التعريف منين؟ من أي الدالة F. هنا الدالة F معرفة على R، يعني من ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية. يعني نكتب D F يساوي أي من ناقص لا نهاية حتى زائد لا نهاية هكذا. يعني هنا لاحظ عند أي ليميت النهايات، ليميت F لإكس لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية واش تعطينا؟ تعطينا واحد، تعطينا واحد، صح. ولدينا ليميت F لإكس لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، ليميت F لإكس لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية واش تعطينا؟ تعطينا ناقص لا نهاية. ناقص ماذا؟ لا نهاية. لكن تقول لي بالنسبة لهذه ناقص واحد والاثنان لما إكس تؤول، هذه حاجة عادية، هذه تقدر تكتبها F لناقص واحد يساوي الصفر، هذه ليست نهاية. هنا كذلك نقدروا نكتبوا F لإثنان تساوي ناقص ثلاثة. لاحظ هذه الصورة وهذه السابقة، يعني X كي نعوضوا X بناقص واحد الصورة تكون تساوي الصفر، يعني السابقة. إذن لليميت هما ليميت F لX لما X تؤول إلى زائد لا نهاية تساوي واحد، وليميت F لX لما X تؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي ناقص لا نهاية. نأتي مع الحالة الثانية. لاحظوا في الحالة الثانية، لاحظوا مليح في الجدول. لاحظ قيم X لدينا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، لكن هنا عندنا قيمة ممنوعة اللي هي الصفر. يعني قيمة ممنوعة، كي يقول لك قيمة ممنوعة يعني المقام، يعني في المقام ما لازمش يكون هذا الصفر، ما لازمش X يساوي الصفر. إذن الدالة هنا معرفة على R نجمة، لأن R نجمة هو أي مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر. إذن الدالة معرفة على R نجمة، يعني هنا df و
واش يساوي؟ يساوي لاحظ من ناقص لا نهاية إلى الصفر اتحاد من الصفر إلى زائد لا نهاية هكذا. يعني هنا قال لك حدود مجموعة التعريف نهاية عند حدود مجموعة التعريف كما شفنا في السلسلة تاع التمارين رقم واحد أنه الحدود شحال كاين عندنا من حد لهنا؟ عندنا أربعة حدود لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، لما إكس تؤول إلى زائد لا نهاية، لما إكس تؤول إلى الصفر على اليسار، ولما إكس تؤول إلى الصفر على اليمين. صح. إذن حسب الجدول عندنا ربع نهايات. نبدأ لدينا ليميت f دو x لما x تؤول إلى ناقص لا نهاية، لما x تؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي الاثنان، تساوي الاثنان. صح. ومن بعد عندنا ليميت f دو x لما x تؤول إلى زائد لا نهاية، زائد لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي الاثنان، تساوي الاثنان. صح. عندنا ليميت f دو x لما x تؤول إلى الصفر على اليسار، على اليسار يعني لما x تؤول إلى الصفر على اليسار تساوي ماذا؟ تساوي ناقص لا نهاية. لاحظ أمر سهل جدا جدا، ناقص لا نهاية. ومن بعد عندنا ليميت f دو x لما x تؤول إلى الصفر على اليمين، على اليمين واش تساوي؟ تساوي زائد لا نهاية، على اليمين تساوي زائد لا نهاية. لاحظ كما لهنا، لاحظ لهنا كي حتى انت كي طلبوا منك مثلا دراسة الدالة، راني اعطيكم في السنوات العام اللي فات ولا اللي قبله مخطط حول دراسة الدالة، وراح نزيد نقدم لكم مخطط جديد ان شاء الله لدراسة الدالة في الإعادة إفادة ان شاء الله. لاحظ لو انت مثلا طلبوا منك جدول تغيرات، ودرت جدول تغيرات وشط مثلا من الاثنان، مثلا الاثنان يطلع للناقص لا نهاية، هل هذا انت عندك يعني لوجيك هذه منطقي؟ ابدا. من الاثنان هبطوا الناقص لا نهاية، ماشي نطلعوا ليها، من الاثنان هبطوا الناقص لا نهاية اذا متناقصة، باش تعرف مرات الجدول مثلا من زائد لا نهاية نهبطوا للاثنان، يعني هنا جدول تغيرات تفيق إذا كان جدول التغييرات تاعك صحيح ولا لا، دائما من الموجب نهبطه. لاحظ الحالة الثالثة، حالة الثالثة لاحظوا مليح، لاحظ قيم x، لاحظ إشارة المشتقة f فتحة ل x وتغيرات الدالة f ل x. إذن كي نجو نديرو مجموعة التعريف راهي تبدا من ناقص اثنان حتى زائد لا نهايه، لكن كاين الواحد هذا يجي هنا في الحقيقه مديكالي شويه، هنا كاين الواحد اللي هو قيمه ممنوعه، لا يعني هنا قيمه ممنوعه، لا هذه حاله اخرى في المشتقه، هنا القيمه الممنوعه في الداله، يعني واحد ما لازمش يكون في المقام ممنوع. صح. اذا بالنسبه للداله اللي هنا أو لمجموعة التعريف راهي باينة، يعني df تساوي المجال مغلوق، لأن كون داروا لنا هنا قيمة ممنوعة هكذا المجال يكون مفتوح لأنها ممنوعة، لكن مادام ما داروش قيمة ممنوعة لهنا إذن ناقص اثنان مسموح به داخل في مجال التعريف، إذن حتى للواحد ومن بعد مجال مغلوق مفتوح، هنا مغلوق هنا مفتوح، اتحاد من الواحد حتى زائد لا نهاية. إذن هذه هي مجموعة التعريف، حدود
لا لهنا احذر، لهنا حدود مجال التعريف. نعم تقول لي نقص اثنان والصفر والواحد وزائد اثنان، نقص اثنان لا في ليميت ما نحسبوش مع ليميت. لماذا؟ لان هنا نكتبوا لدينا اف لناقص اثنان تساوي ناقص واحد وليس ليميت. أه؟ ما درناش ليميت ليميت لما اكس تؤول الى عدد تساوي عدد، ما درناش، درنا ليميت لما اكس تؤول الى لا نهاية تساوي عدد، وليميت لما اكس تؤول الى عدد تساوي لا نهاية، وليميت يعني هنا ايجاد مستقيمات مقاربة الموازية للمحاور. ودرنا ليميت الثالثة اللي هي ليميت لما اكس تؤول الى لا نهاية تساوي لا نهاية، قلنا هنا ممكن يكون عندنا مستقيم مقارب مائل المطلوب البحث عنه. صح، اذن هذه ما تدخلش في ليميت، هذه تكتبها لدينا اف لناقص اثنان تساوي ناقص واحد. نعم هي طرف في مجموعة التعريف، لكن تقدر هذا الدالة راهي جاية من ناقص لا نهاية، هما برك حدولك من ناقص اثنين، راك شايف يعني حدولك المجال التعريف من ناقص اثنين حتى لا زائد لا نهاية. تقدر هذا الدالة إذا ما حدوش الآخر راهي تكون من ناقص لا نهاية. صح، نواصل. إذن عندنا لي ليميت، لهنا عندنا لي ليميت، عندنا نديرو هكذا خير، هنا عندنا لما اكس تؤول إلى زائد لا نهاية، لما اكس تؤول إلى الواحد على اليسار، ولما اكس تؤول إلى الواحد على اليمين، عندنا ثلاثة. هذه لا لا ما ديرش ليميت كذا، لا لا لما اكس تؤول إلى ناقص اثنين لا أبدا، ما عندها حتى حالة أخرى هذه. صح، إذن عندنا ليميت اف دو اكس لما اكس تؤول إلى زائد لا نهاية وتساوي تساوي الاثنان. صح، زيد ليميت اف دو اكس لما اكس تؤول عفوا إلى الواحد على اليسار وتساوي إلى الواحد على اليسار واستعطينا زائد لا نهاية، زائد لا نهاية. ولدينا ليميت اف دو اكس لما اكس تؤول الى الواحد على اليمين، لما اكس تؤول الى الواحد على اليمين واستطعنا ناقص لا نهاية. اعزائي الطلبة الى ان التقي بكم باذن الله في فيديو اخر لحل تمارين، اترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.